ونبقى في طهران، حيث اختتم مؤتمر اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بدورته الثامنة أعماله التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف البلدان الإسلامية. وتخلل الحفل الختامي للمؤتمر الذي حمل اسم نبي الرحمة رسالة الإعلام المقاوم تكريم أبرز الأعمال الفنية المشاركة بالمؤتمر. إنجازات جديدة حققها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في مؤتمره الثامن، في مقدمتها انطلاق وكالة أنباء يونيوز الإخبارية بشكل رسمي. وكالة يونيوز تطمح لأن تكون أكبر وكالة أنباء عربية وإسلامية تفاعلية، تعمل في أفضل تقنيات التبادل الإخباري من خلال تكنولوجيا الاي بي تي في أو بروتوكول الإنترنت. المؤتمر شهد حضور شخصيات سياسية وإعلامية عربية وإسلامية. توحيد الخطاب الإعلامي في مواجهة التحديات الراهنة كان محط تأكيد المؤتمرين. أهم نتيجة يمكن أن تحققها هذه المؤتمرات هي أن تتحد وسائل الإعلام الحقيقية، وسائل الإعلام الصادقة، وسائل الإعلام التي تخدم البشرية وتخدم الحقيقة، تتحد في الدفاع عن الحقيقة في عصر تكاد الحقيقة تضيع فيها بين وسائل الإعلام السوداء التي تضيع الحقيقة أو تحرفها. تلاقح أفكار الإعلاميين والباحثين والمفكرين والمشتركين في هذا المهرجان الكبير نعتبره شيء جيد، فهمتني ولا؟ وإن شاء الله بإذن الله تبني عليه دول أخرى أو منظمات أخرى، معناها حتى نستطيع أن نكون إعلام إسلامي أو إسلام مقاوم أفضل. سعيا خلف إعلام إسلامي صادق وشفاف، طرح المجتمعون رؤاهم وسط دعوات لتنمية عمل الاتحاد بأن يشمل عددا أكبر من المؤسسات الإعلامية العربية والإسلامية. أتمنى أن يتوسع هذا الاتحاد ليشمل ويضم دولا عربية أخرى ودولا إسلامية أخرى وجهات عربية أخرى وجهات إسلامية أخرى، ليصبح شاملا، لأنه أنا يؤسفني ويزعجني أن يظل المسلمون مشتتين ومتصارعين. أنا يهمني أن يكون المسلمون متحدين، وأن يكونوا متحدين في مواجهة الأخطار التي تحيط بهم جميعا. واختتم المؤتمر أعماله بحفل تكريمي لأبرز الأعمال الفنية المشاركة فيه، وكان شعار الدورة نبي الرحمة رسالة الإعلام المقاوم. حرب إعلامية حامية الوطيس يشهدها عالمنا. المصداقية في نقل الأحداث باتت ضرورة ملحة ووسيلة ناجحة في مواجهة الإرهاب والتطرف والتضليل. عباس نشاب، تلفزيون الكوت، طهران.